السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم رشيد. مقطع اليوم راح أسوي سلة علوية للمازدا بمواسير البي في سي حقة الموية. الطريقة جدا بسيطة وسهلة وحلوة، خليكم مع المقطع ويلا نبدأ. تمام كده أكون خلصت السلة بشكل أولي، أقدر أركبها على السيارة أشوف هل هي ضابطة ولا لا. لسه باقي لها ألواح أكروليك من الجوانب ومن الأرضية أو خشب نحيف عشان لما يضرب الهواء ما يطلع صوت، وحط في الأرضية خشب عشان أقدر أرتب الأغراض اللي حطها فيها.
وزي ما تلاحظوا هنا سويت انحناء بسيط عشان انسيابية الهواء لما تمشي بالخط. الحين هركبها على السيارة واشوف كيف حيطلع الشكل. تمام، هذا شكل السلة بعد ما ركبتها، ركبت معايا تمام بدون اي مشاكل. حسيتها صغيرة شوية لكن يعني مو مشكلة، وقوية ما شاء الله. هي انا مسويها للاشياء الخفيفة زي بطانيات ولا فرشات واشياء زي كذا حق السفر. طبعا السلة لسه ما خلصت، في مقطع ثاني حسوي زي ما قلت لكم الخشب والامور الباقية اللي فيها. اذا عجبتكم الفكرة اعطوني لايك واعطوني رايكم بالتعليقات هل هي حلوة ولا لا، واذا ما انت مشترك في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك الجديد اول باول. كان معكم رشيد والسلام عليكم.